تضطر اوقات كمان لقضايا اجتماعيه انت عبر فيسبوك او وسائل التواصل الاجتماعي مع ابنك، سواء كان غلاء المعيشه او بعض الامور الاخرى. حسيت هيدا الفيلم شوي عم يخدم اللي انت عم تحاول توصله. صحيح، انا اخر كم سنه عم بحس انه انا حابب غلف كل شيء عم بعمله بشيء له معنى، بقضيه، بمسج، برساله، لان بنعرف الفن مش بس للتسليه، الفن بيحمل مضامين كثيره، من الفن فينا نغير، فينا نضوي على الخلل، على اي شيء عكس السير مثل ما بقولوا. فحتى انا بس اعمل اشياء انا وجاد ابني بحب اعمل شيء له معنى، ما بحب اطلع يعني على طول تعاطينا مع السوشيال ميديا. انا بتعلم من زملائي البعض كيف السوشيال ميديا غرته او غرقته بمطارح، لان انت بتعكس شخصيتك، ما فيك تعمل حيالله شيء على السوشيال ميديا لانه بينتشر، فانت بدك تعكس صوره معينه. انا هالشيء اللي عم بعيشه هالفتره عم بحس انه ما بدي اقدم حيالله شيء بس لعب بهوا. معقول نشوف جاد معك بعمل مشترك بيناتكم؟ والله ممكن، لان هلا المشكله بس جاد انه عم بيدرس طب اسنان، مشغول كثير، معجوق كثير، وبس بيقول لي انه بس بتحس في شيء مناسب ما بياخذ كثير من وقتي انا جاهز. شو رايك بالمشاركه اللي عم تصير بهيدا الفيلم مع النجم طبعا فايز قزق؟ نجم كبير استاذ فايز، وكثير انبسطت بوجوده، بس ما انبسطت انه ما جمعني فيه ولا مشهد للاسف، يعني لان عم شوف ادائه بحسه حدا كثير عنده خصوصيه، عنده هويه مختلفه. يعني تمنيت لو هيك اقدر اتواصل انا وياه بمشاهد واقدر كمان اخذ من تقنيته طريقته واتعلم منه، بس شو بدنا نعمل. طيب سؤال تقريبا هيك شوي، السينما حتى كمان عم تصير مشتركه، مش بس الاعمال الدراميه عم تصير مشتركه، شو رايك بهيدا المزج اللي عم بيصير؟ هل هو شيء جيد للسينما اللبنانيه ام لا؟ انا على طول بقول اي مزج هو جيد، لان نحن عم نتبادل الخبرات، بس كنا تلاميذ بالجامعه اللبنانيه معهد الفنون الجميله، كنا نروح نشترك بمهرجانات مسرحيه بالدول العربيه، اجمل شيء كان هيدا تبادل الخبرات، لان اللي بتجمعنا لغه وحده، همومنا وحده الفنيه، فليش لا؟ خليني انا اتعلم من ناس سبقوني بتجربه، ناس نعرف الدراما السورية إلى بيع طويل وتطورت جداً بهالمجال، فحلو حلو ناخد من بعض ونفيد بعض.